العنصر النسائي الآن يدخل ليقود مباراة، هذا أيضا يحسب لاتحاد الإمارات وللجنة التحكيم أيضا في اتحاد الإمارات لكرة القدم. إذا رضا المنصوري وأمل جمال وعذاري الحمادي وسارة عبد الله وخلود الزعابي ومحمد الهرمودي، هؤلاء هم من سيديرون هذه المباراة. ندخل الآن في تشكيلة الفريقين ونبدأ الآن بفريق بني ياس اللي يلعب في حراسة المرمى فهد الضرحاني، اللي هناك قويل كثيرة أيضا بأن ربما تكون آخر مباراة لا أيضا مع فريق بني ياس. هناك حسين عباس، خميس المنصوري، خميس الحمادي، جواو فيكتور في وسط الملعب، عبد الله البلوشي وغاستون ألفاريز وأبو ناموس وسهيل النوبي في الأمام، سايلي ويوسف نياكاتي. إذا هذه تشكيلة فريق بني ياس، بينما عجمان يدخل هذه المباراة أيضا بتشكيلة مكونة من يوسف أحمد في حراسة المرمى، غياب أيضا لعلي الحوسني عن هذه المباراة، عبد الله صالح وعبد الرحمن ركان، محمد ناصر، نوفاك فوكوفيتش، وليد اليماحي، بلال يوسف الشيخاوي، وجان لوكو في الأمام، روكي مارسيانو ووليد أزارو. طاقم التحكيم كما ذكرنا بقيادة السيدة روضة المنصوري، حكم ساحة أمل جمال مساعد أول، عذاري الحمادي مساعد ثاني، سارة عبد الله حكم رابع، هناك أيضا الهرمودي فيديو أول، محمد الهرمودي الدولي الإماراتي، ومعه خلود الزعابي أيضا راح تكون على الفار، مقيم الحكام الدولي الإماراتي السابق الرائع الكابتن أحمد يعقوب، وفهد الحمادي مراقبا لهذه المباراة. انطلقت طبعا المباراة قبل دقيقة من الآن، بني ياس طبعا يحاول أيضا بأن يفعل شيء على أرضية ميدانه، عجمان يأتي إلى هنا، هذه محاولة الآن وتسديدة ولكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية كانت جميلة وحلوة أيضا عن طريق سيل النوبي، صدت أيضا في المدافع شايف نياكاتي لعبها على طول، وبعد ذلك التسديدة أيضا اللي كانت من سيل المنصوري، هات وخذ بشكل جميل، كرة بالكعبة أيضا تتهيأ بشكل رائع وتسديدة في المرمى، ولكن ركان يتصدى لها وتبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الآن أصبحت إلى ركلة ركنية أولى في المباراة الآن لمصلحة فريق نادي بني ياس اللي كما ذكرت سيحاول. هذا هو غاستون سواريز الآن اللي راح يكون على تنفيذ الركنية، كرة ملعوبة، حارس المرمى أيضا يشيلها، خطيرة كانت من الأرجنتيني صاحب 31 عاما، 4 أهداف فقط مسجل هذا الموسم مع فريق نادي بني ياس. لاحظ هذه الكرة خطيرة جدا، وردة فعل حارس المرمى كانت أيضا جيدة، أبعد الكرة وتفاجأ فيها تماما، عدت من الجميع، بعد ذلك يخلصها أيضا بقبضة يده إلى خارج أرضية الملعب، تصبح الآن ركنية أخرى لبني ياس. تلعب على طول تتخلص هذه، تعود من جديد الآن، بني ياس ضاغط في بداية المباراة، والكرة بعد ذلك أيضا تعدي إلى خارج أرضية الملعب. على السريع فقط لنضع المشاهد الكريم بالصورة، بني ياس من 25 مباراة سابقة انتصر في 7، تعادل في 4، خسر 14 مباراة، سجل 32 هدف ودخل مرمى 45 هدف. على فكرة بني ياس ثالث أضعف خط دفاعي في أو ثالث أضعف خط هجوم في الدوري، 45 هدف عليه أيضا، لكن يبقى طبعا فريق حتى اللي عليه 56 هدف كأضعف خط دفاع، واللي غادر أيضا بانتظار من سيرافق حتى أيضا للدور الثاني. هل تحسم الأمور اليوم أم ننتظر أيضا للمباراة الأخيرة؟ خرفكان إذا ما استطاع أن يفوز في لقاء خلاص حسمت الأمور، الإمارات هو من سيرافق حتى في حالة خسارة خرفكان وفوز فريق الإمارات، ننتظر أيضا الجولة القادمة لفريق الإمارات اللي لديه مباراة أيضا منتظرة مع فريق العين. كرة تعود من جديد الآن الشيخاوي، ناقلها على طول، محاولة الآن عرضية باتجاه زارو، هداف فريق نادي عجمان، الكرة الماضية تعدي تصل باتجاه جان لوكا، الآن جان لوكا ممكن عرضية، غير رأي الآن، ناقلها على طول لوليد اليماحي قائد الفريق اللي يشارك اليوم أيضا بديلا لسعود سعيد. كرة تعود من جديد الآن انطلاقة نياكاتي، والكرة بعد ذلك تعدي إلى خارج أرضية الملعب. البطل خلاص حسم أموره، الوصلاوية في العلالي بالفعل هذا الموسم، بطولة الدوري بطولة الكاس، ألف مبروك بالفعل للوصل وإدارته وجماهيره أيضا هذا المستوى المميز هذا الموسم. راح تكون مباراة احتفالية يوم الغد أيضا هناك في زعبيل في مباراة النصر والوصل، وانتظروا أيضا تغطية بإذن الله تعالى لقنوات أبوظبي الرياضية اللي راح تكون حاضرة أيضا هناك
في زعبيل لنقل مباراة النصر والوصل وتتويج الوصل بطلا لدوري أدنوك للمحترفين. هنا انطلاقة الآن حول مر شيخاوي، الكرة معاه الآن، لا زالت الكرة بقدامه يبحث عن زميل يلعبها باتجاه أزارو، تعود من جديد مارسيانو، تسديدة من مارسيانو ولكن تتخلص، تصل الآن لشيخاوي. عجمان لا بدأ يدخل في أجواء المباراة بعد مرور خمس دقائق الآن، كرة تعود من جديد، وليد اليماحي يلعبها باتجاه جانلوكا ولكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. بنياس ليدخل هذه المباراة رقم 26، حقق 7 انتصارات كما ذكرنا، ولكن عجمان صاحب المركز السابع، المباراة رقم 26 له، فاز في 8 لقاءات، تعادل في 9، خسر في 8، سجل 38 هدف، ومني مرمى ب 46 هدف. يبقى طبعا الوصل أقوى خط هجوم، أقوى خط دفاع، الوصل محطم الأرقام كلها هذا الموسم بسم الله ما شاء الله. فريق قدم واستحق ووصل إلى ما أراد بشكل ممتاز بقيادة إدارته أيضا سيد أحمد بن شعفار اللي وعد وأوفى بالفعل لجماهير الوصل ورفجه، قالهم ورفجه، خلاص الرجل عند كلمته بالفعل. إدارة تعمل بشكل كبير مع فريق عمله أيضا اللي قدموا مستوى رائع للوصل هذا الموسم، ألف مبروك للوصل ولما قدم هذا الموسم من أداء مميز. كرة اللعب الآن تعود من جديد، مارسيانو خطير 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 هذا اللاعب مارسيانو، كاد أن يفتتح التسجيل هذا اللاعب المميز بالفعل اللي كلما دخل بديلا سجل لعجمان اللي هو روكي مارسيانو اللاعب الكاميروني، الكاميروني 7 أهداف عندما عجمان هذا الموسم، وكاد أن يسجل هدفه 8 ولكن الكرة أيضا تذهب بجوار القائم في محاولة أولى خطيرة كانت لمصلحة فريق نادي عجمان. كرة تعود من جديد الآن، نوبي ناقلها على طول تمريرة ولكنها سريعة تصل لحارس المرمى يوسف أحمد اللي يأتي اليوم بديلا لحارس المرمى علي الحسني أيضا المتواجد في مقاعد البدلاء. كرة تعود لها من جديد، راح نوافيكم بالنتائج أول بأول ما في شك في ذلك، لأن أيضا هناك في صعود وفي هبوط اليوم، مرفق كان ليلعب على أرضية ميدانة أمام فريق اتحاد كلبا والبطايح أمام الإمارات، وهذه نياكاتي ولكن حارس المرمى أيضا يخلص هدف مؤكد أيضا لبنياس، هدف مؤكد لبنياس بالفعل. عينك على التمريرة، عينك على التمريرة، حلوة كانت من سايلي البرازيلي باتجاه نياكاتي يوسف، نياكاتي اللي لعبها على طول، شايف هذا السايلي ليوسف نياكاتي اللاعب المالي المولود في فرنسا، مولود في فرنسا 8 أهداف عنده مع بنياس، لعب للاتفاق السعودي، للاتحاد السعودي، للوحدة السعودي، يعني لاعب صاحب خبرة. وهنا يوسف أحمد أيضا للمرة الرابعة الآن يخرج الكرة كركنية رابعة تقريبا الآن لمصلحة فريق نادي بنياس، ركن ركنية الآن. هنا داركو ميلانيتش، لدينا ركنية اللعب الآن قصيرة تعود من جديد، محاولة الآن لمصلحة بنياس، تصطد هذه أيضا في وليد اليماحي، تصل في منتصف الملعب. غيابات اليوم طبعا، ميلوش غايب، أيضا غياب عصام فايز، غياب علي مدن، على الطرف الآخر فواز عوانة غايب، ساشا طبعا خلاص انتقل للوحدة وغايب، سفيري أيضا غايب عن هذه المباراة بسبب تواجده مع منتخب مقدونيا، ومبونغو برستيج مبونغو يغيب أيضا بسبب الإعارة أيضا من نادي عجمان، لذلك يغيب عن هذه المباراة. كرة تعود من جديد الآن، ركان تصل على طول، محاولة قائمة، هذا عبد الله صالح الآن يرسل كرة أمامية، لازالت المحاولة الآن مستمرة، كرة اللعب عرضية خطيرة جدا أيضا تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت الآن إلى رمي التماس، رمي التماس.
رمي التماس الآن لمصلحة فريق نادي عجمان. كرة اللعب جان لوكا يحاول يمر ولكن كرة تصل سهلة لحارس المرمى. جميل ورائع بالفعل أن نشاهد الطاقم التحكيم النسائي لهذه المباراة. التقت بهم طبعا السيدة جواهر السويدي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين. تلتقي أيضا طاقم الحكام النسائي لمباراة بنياس وعجمان وتشيد بهم أيضا وتدعمهم، وهي خطوة مميزة أيضا من الأخوة في رابطة المحترفين الإماراتية تجاه تشجيع العنصر النسائي على التحكيم، وهذا شيء رائع بالفعل. الله يوفقهم إن شاء الله. كرة تعود لها من جديد، تصل على طول لمصلحة خميس الحمادي. تعود من جديد الآن في الجهة الأخرى، محاولة. 10 دقائق تمضي. سواريز الآن في وسط الملعب، كرة اللعب الآن عالية داخل منطقة الجزاء. صافرة وخطأ، شايف الحكمة قريبة جدا، وأنا دائما أقول متى ما كان الحكم قريب من الخطأ قرار سليم. كل التوفيق إن شاء الله لهؤلاء، هم بناتنا وأخواتنا ولا بد أن نشيد بهم ونشيد أيضا بأدائهم. الله يوفقها إن شاء الله مع طاقم التحكيم لهذه المباراة. جميل بالفعل أن نشاهد أيضا هذه الأمور والدعم النسائي الكبير كما ذكرت. يعني جواهر السويدي أيضا عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، تلتقي طاقم الحكام وتشيد وتدعمهم وتشيد بأدائهم، وكما ذكرت هي خطوة أيضا مميزة من الأخوة هناك في رابطة المحترفين الإماراتية تجاه تشجيع العنصر النسائي على التحكيم. رائع جدا. ضربة حرة مباشرة الآن، سواريز على التنفيذ، تسديد أيضا إلى خارج أرضية الملعب. موسم جميل، موسم رائع بالفعل أيضا لرابطة المحترفين ولكل الزملاء هناك برابطة المحترفين، متمثلة أيضا بسعادة عبد الله راصر الجنيبي وبقية الأخوة في رابطة المحترفين بالعمل الجبار اللي قاموا بهذا الموسم ونجاح موسم، ولله الحمد الموسم ناجح تماما برجال إماراتية قادرة بالفعل على إنجاح كل المسابقات. كل الشكر لهم أيضا على دعمهم، أيضا كل الشكر لهم على وقفتهم، كل الشكر لهم أيضا على دعمنا نحن أيضا كإعلاميين وإعطانا الفرصة أيضا بشكل كبير أيضا للمشاركة معهم في كثير من الإنجازات. ما قصروا بالفعل، كل الشكر لهم. كرة تعود من جديد الآن، تصل على طول، محاولة الشيخاوي ومارسيانو اللاعب الخطير اللي كاد أن يضيف هدفه الثامن هذا الموسم. سايلي يلعب كرة الآن، تتخلص، تعود من جديد. لاحظ هذه الكرة الخطيرة، بالسلام إن شاء الله لخميس صالح الحمادي. ونساش الواضح بالصورة، انتقل خلاص رسميا لنادي الوحدة الموسم الماضي. كثير أيضا من اللاعبين راح نستمع إلى انتقالاتهم، إلى عدم تواجدهم، إلى ذهابهم لأندية أخرى، إلى مغادرة أنديتهم، أيضا مدربين. يعني داركو ميلانيتش الواضح بالصورة على صفيح ساخن، خلاص أيضا لم يتم هناك حتى الآن الاتفاق مع إيسايلا. سبق أيضا وأن إيسايلا لعب أيضا أو درب فريق بنياس. هنا حكمت المباراة الآن، كل التوفيق لها إن شاء الله، تسير بالمباراة حتى الآن بشكل جيد. كرة تعود من جديد،
عبد الله ناقلها لي بلال. طويلة للأمام الآن. أزارو هداف الفريق، هداف فريق نادي عجمان. وهذه كرة وبعد ذلك تتخلص الآن. لا زالت المحاولة قائمة، تعود من جديد تسديدة، ولا زالت المحاولة وانطلاقة للأمام، وكرة ملعوبة وبعد ذلك أيضا تمر. الكرة كانت عن طريق لاعب نوفاك فوكوفيتش اللاعب رقم 15. هنا أزارو الآن يبدو بأن الكرة أيضا طالت وغادرت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ، خلنا نشوف الكرة الماضية أو كان في هناك خطأ. نعم في خطأ، في خطأ، قرار سليم أيضا من روضة المنصوري. الخطأ أولا كان على اللاعب وليد أزارو. فهد الضرهاني كرة اللاعب الآن تعود من جديد. يوسف انياكاتي يرسل كرة الآن. محمد ناصر وبدورة يرسلها إلى خارج أرضية الملعب. اليوم كما ذكرت لدينا بنفس هذا التوقيت الإمارات والبطايح، ولدينا أيضا خورفكان واتحاد كلباو، ومباراة السهرة راح تكون الوحدة والشارقة. صراع أيضا على المركز الرابع. الوحدة طبعا يكفيه التعادل في المباراة ليكون رابعا، بينما الشارقة يبحث عن انتصار. كرة اللعب الآن تعدي إلى خارج أرضية الملعب. العين طبعا عنده أيضا مباراتين، عند العين والجزيرة، عند الجزيرة وعند الإمارات أيضا. راح يلعب يوم الأربعاء ويوم الجمعة. كرة تعود من جديد الآن. عبد الله عباس يعيد الآن لحارس المرمى فهد الضرحاني. هي ثقة كبيرة من فهد، حارس مميز. هنا انطلاق الآن. سايلي يتقدم البرازيلي الآن للأمام. لا زالت الكرة بأقدامه يبحث عن زميل. تعود من جديد. سواريز في وسط الملعب الآن. محاولة الآن لبنياس من جديد. عبد الله في وسط الملعب. تصل لسواريز. حسين عباس يعيدها على طول. لا زال بنياس يتناقل الكرات الآن بشكل جيد. هنا انطلاقة الآن، ممكن فيها عرضية. بالفعل هي عرضية مثالية. وحارس المرمى أيضا يبعد الكرة الماضية يوسف أحمد صقر إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية. شوف هذه الكرة الماضية. أبو ناموس يسدد وحارس المرمى يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حارس حتى الآن يقدم أداء جيد في المباراة. يعني شاهدنا لردات فعل جميلة. خمس ركنيات لبنياس. لاحظ معي. خمس ركنيات لبنياس مقابل ولا ركنية لعجمان. كرة اللعب الآن عالية داخل منطقة الجزاء. تبعد الآن، تصل لأزارو. محمد إسماعيل أيضا غايب عن هذه المباراة في عجمان اليوم. يعني أكثر من أربع لاعبين تقريبا أساسيين، عصام فايز، ميلوش، علي مدن، محمد إسماعيل، كل هؤلاء غايبين عن تشكيلة عجمان اليوم. بالإضافة هناك إلى فواز عوانة وساشا وسولغمانوف ومبونغو برستيج أيضا غائبين عن فريق بنياس. إجيان لوكا الآن حتى الآن أيضا لم تتضح أموره. ليعود الوحدة أن يبقى في عجمان لموسم آخر. كثير من الأمور راح نتعرف عليها إن شاء الله في الأيام القادمة. هنا انطلاقة إجيان لوكا الآن، مرور ممتاز للشيخاوي يبحث عن أزارو. بالفعل باتجاه وليد هداف الفريق. وليد أزارو يتقدم يلعب كرة الآن وتتخلص من أمام لاعب محمد ناصر إلى خارج أرضية الملعب. الآن رمي التماس لمصلحة فريق نادي عجمان. شايف هذا هو مر بشكل حلو. جان لوكا مرور رائع أيضا من بين الأقدام. لاحظ هذه الكرة
هذه واحدة عليك يا كارتون سواريز. كرة اللعب داخل منطقة الجزاء، أزارو يهيئها وتسديدة ولكن هي إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. محاولة خطيرة كانت عن طريق نوفاك بوكوفيتش، شايف هذه الكرة الماضية تهيئت وبعد ذلك سدد بجوار القائم إلى خارج أرضية الملعب. واضح في الصورة دانيال إيسايلا الروماني صاحب 51 عاما، قضى موسم مع بنياس، قضى موسم مع الحزم السعودي، مدرب منتخب رومانيا أيضا تحت 21 عاما، درب نادي براشوف هناك في رومانيا أيضا. تمريرة بشكل جميل من أزارو ولكن يقرأها أيضا المدافع بشكل حلو. تلعب الآن باتجاه يوسف نياكاتي، سريع سريع نياكاتي ولكن ركان بشكل جيد أيضا، ركان بشكل. ماذا هناك؟ يبدو بأن هناك لمسة يد تحتسبها رضا المنصوري. هل أتت الراية شوي سائلة يحتج؟ عبدالله صالح يقول أنا ما لمست بيدي. خلنا نشوف هذه الكرة هل ارتطمت في البطن بعد ذلك في اليد، لذلك شايف إيسايلا يقول بصدره، نعم هي بصدره ثم أتت بيده. عموما شايف الآن يبدو بأنها تتراجع. برافو برافو، يبدو برافو 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 برافو، بالفعل تراجعت عن قرارها لأن المساعدة هي من أعطتها إشارة، فلذلك الحكم بعد ذلك رجعت عن قرارها وعادت الكرة للاعبي عجمان. لأن في القانون الكرة لما تلمس الجسم وبعد ذلك تذهب اليد لا شيء. مساعدة أمل جمال في اللعبة الماضية، هناك صافرة الآن وفي خطأ. تلعب على طول تعود من جديد لمصلحة بنياس الآن، 0-0 حتى الآن. إذا ما تحدثنا عن مواجهات أيضا 19 مواجهة سابقة جمعت الفريقين، كان عجمان وبنياس الأكثر فوزا بثمان انتصارات، 5 انتصارات لعجمان، 6 تعادلات حدثت فيما بينهم، كان آخرها التعادل الأخير اللي جمع هناك في استاد راشد. كرة اللعب خطيرة وحارس المرمى يبعدها، حارس المرمى يبعدها، ولا زالت المحاولة مستمرة. تتأزم الأمور في خور فكان، هناك يبدو بأن اتحاد كلباء يتقدم بهدف مقابل لا شيء الآن. إذن اتحاد كلباء يتقدم على خور فكان هناك بهدف مقابل لا شيء. نذكر أيضا حتى في حال يعني خسارة خور فكان وخسارة الإمارات الأمور تصبح بأن خلاص الإمارات يودع ويرافق فريق حتى، لكن إذا جد جديد هناك تبقى المباراة الأخيرة للإمارات. نحن من المنتظرين أيضا لأن تنتهي المباراة أو المباراتين لنعلم من سيرافق فريق حتى لدوري أدنوك للمحترفين. يبدو أيضا هناك في استاد خالد بن محمد بأن البطايح، البطايح متفوق على الإمارات بهدفين للا شيء. هذه أخبار تفرح أيضا فريق خور فكان. كرة تعود جديد، كل المباريات تم تسجيل فيها الأهداف إلا مباراتنا حتى الآن، وكما ذكرت مباراتنا طبعا بالنسبة لعجمان فقط المحافظة على المركز السابع. بنياس خلاص ضمن من الجولة الماضية بعد تعادله مع أو بعد تعادله أيضا مع عجمان. كرة تعود من جديد الآن، سايلي يتقدم الآن، ياكاتي أيضا ينتظر في مكان. كرة اللعب يوسف نياكاتي، كرة سريعة يحاول يحصلها، بالفعل يلحق بها الآن. كرة تعود بجديد، البحث الآن عن هدف في هذه المباراة. فريق البطايح اللي
اللي جالس يقدم مستويات ممتازة أيضا هذا الفريق. كرة تعود من جديد تصل على طول، يعني المطايح في حالة فوزة أيضا وخسارة عجمان، سينتزع المركز السابع من عجمان. كرة اللعب الآن هزارو يحاول فيها عليه عليه والله عليه، رمي التماس الآن لمصلحة فريق عجمان. هنا روضة المنصوري يدير المباراة، عجبتني تماما في تراجعها عن القرار أيضا. نعم تراجعت عن قرارها عندما أشارت المساعدة لوجود لمسة يد، بعد ذلك يبدو بأن أتالها حديث أو شيء، ولا يتدخل أكيد الفار في مثل الأمور هذه، الفار يتدخل في أربع أمور الكل يعرفها تماما. لدينا الآن وليد اليماحي قائد فريق نادي عجمان، تعدي إلى خارج أرضية الملعب. إذن هناك البطايح اللي يتقدم على الإمارات بهدفين مقابل لا شيء في استاد خالد بن محمد في الإمارة الباسمة، معنى ذلك هبوط الإمارات رسميا إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، حتى لو خسر خسر خرفكان أمام اتحاد كلبة. أبو ناموس، سواريز، خميس المنصوري لخميس الحمادي، تمريرة في وسط الملعب انطلاق الآن. عبد الله البلوشي يلعب كرة ممتازة الآن، تلعب لسهيل داخل منطقة الجزاء، يحاول فيها سهيل يلعبها للسايلي. خميس، سواريز ممكن يسدد، بالفعل هي تسديدة من سواريز إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب الآن، لاحظ هذه الكرة الماضية. ركلة مرمى. يبدو بأن روضة المنصوري الآن استراحة تبريد للاعبين. كل التوفيق إن شاء الله لها ولكل المساعدين معها في هذه المباراة. نعم لأول مرة حدث تاريخي لأن يتواجد طاقم تحكيم نسائي في دوري أدوك للمحترفين، وهذا كما ذكرت شيء جيد ورائع أيضا لإعطاء المرأة أيضا للمشاركة في كل المجالات. ولدينا من الكفاءات أيضا الإماراتية الكبيرة في مجالات كثيرة أيضا غير التحكيم، في أمور كثيرة. كل التوفيق لهن إن شاء الله في مشوارهن. نذكر أيضا يعني المشاهد الكريم الآن اللي يتابعنا، إذا ما استمرت الأمور بهذه الطريقة في المباريتين اللي تدور بنفس هذا التوقيت، فإن الإمارات رسميا يغادر مع فريق حتى لو خسر أيضا. نعم حتى لو خسر فورفكان، الإمارات حتى الآن يتأخر بهدفين مقابل لا شيء. عموما الآن هناك استراحة تبريد، هنا وليد أزارو كنت أتحدث أيضا بأن في لقاء البطايح والإمارات حتى الآن البطايح يتقدم هناك في استاد خالد بن محمد في الإمارة الباسمة على الإمارات بهدفين مقابل لا شيء، وفي استاد صقر بن محمد في خورفكان يتأخر أيضا بهدف مقابل لا شيء أمام اتحاد كلبة، ولكن النتيجة لا تعني. حتى لو خسر خورفكان وبقت مباراة الإمارات والبطايح بنفس هذه النتيجة، فإن الإمارات سيرافق فريق حتى. هذه سايلة، هيا سايلة راح تجدد مع عجمان ولا لا؟ هيا داركو ميلانيج راح تجدد ولا لا؟ عموما الأيام القادمة ستكشف الكثير. كرة تعود من جديد يماحي، وليد يلعب كرة الآن تصطد،
تتخلص هذه طويلة في وسط الملعب. مارسيانو الآن يلعب كرة، هذه لو عدت كان ممكن تشكل خطورة. سواريز، نحن في ختام الموسم خلاص، الوصل بالفعل اللي حقق ما أراد هذا الموسم بفوز بالثنائية، وهو حق مشروع بالفعل له، وأيضا يستحق البطولة عن جدارة واستحقاق لما قدم من أداء مميز طوال الموسم. لاعبين على مستوى عالي، إدارة أيضا مميزة بقيادة أحمد بن شعفار، الرجل بالفعل اللي قدم عمل جبار أيضا مع فريق عمله، فلذلك حصدوا البطولة باستحقاق. كرة تعود من جديد الآن، سواريز يحاول يمر، نصف ساعة الآن، ربع ساعة متبقية على نهاية الشوط الأول، والأمور لا زالت عند التعادل السلبي بدون أهداف. صافرة وخطأ، خطأ على اللاعب عبدالله البلوشي يبدو، أو لصالح عبدالله البلوشي، شايف ماركو مارسيانو وضع يده. خميس المنصوري، تصل طويل للأمام، تعود من جديد وليد أزارو، مطالبة بخطأ، يبدو تأتي الصافرة الآن وبطاقة صفراء تشهر في المباراة الآن. بطاقة صفراء الآن تظهر في هذه اللحظات. لاحظ هذه الكرة الماضية، هنا التدخل كان واضح على رجل وليد أزارو، شايف هذه اللعبة دهس موجود، قرار سليم. صافرة أتت متأخرة قليلا، ولكن في النهاية القرار كان سليم. بالسلام إن شاء الله لوليد أزارو. ما في شك بأننا نرحب الآن بكل من يتابعنا ويشاهدنا ويستمع إلينا الآن عبر قنوات أبوظبي الرياضية، في نقل حي أيضا لمباراة بنياس وعجمان، وكل القنوات الآن شغالة على اعتبار أن هناك لقاء يجمع فيما بين الإمارات والبطايح وخورفكان واتحاد كلباء. يقوم بالسلام الآن وليد، وليد لازم يغادر أرضية الملعب. هنا فهد الضرحاني في مثل هذه الكرات، كان موجود ميلوش لكن ميلوش غايب عن هذه المباراة. شايف هذا فهد الضرحاني الآن يوجه إذن الحائط البشري، ضربة حرة مباشرة الآن لعجمان. أكيد بأن كل الفرق خلاص بعد هذا اللقاء ستعد العدة للموسم القادم. جيان لوكا على تنفيذ الخطأ، جيان لوكا مونيز، طبعا هاي الطرق اللي شاهدناها الجديدة، إذن اللاعب ينام على الأرض على اعتبار أنه ممكن الكرة تأتي أرضية تصطدم فيه. جيان لوكا الآن وبلال على التنفيذ، بلال يوسف وجيان لوكا، كرة اللعب وتعدي إلى خارج أرضية الملعب. شايف هذه الكرة الماضية اللي اصطدت،
كرة تعود الآن من جديد إلى خارج أرضية الملعب. اليماحي يلعب كرة أمامية. مارسيانو مرور ممتاز. تعود من جديد الآن في الجهة الأخرى. تتخلص بالرأس الآن تعود من جديد. مباراة كما ذكرت خالية من الضغوط تماما لأن الفريقين وضعهم جيد. لكن كما ذكرت عجمان ربما يفقد مركز السابع إذا انتهت المباراة بهذه الطريقة. كرة تعود من جديد الآن. شيخاوي هيكل شيخاوي. تتخلص هذه. واضح بالصورة شحتة أبو ناموس أحمد بو ناموس الآن. كرة اللعب الآن طويلة إلى أمام تتخلص. جاستن سواريز هذه الكرة الماضية. يبدو في تدخل كان من جاستن سواريز أمام مرأة المساعدة الثانية عذاري الحمادي. هنا بلال ضربة حرة مباشرة الآن. إلى خارج أرضية الملعب. واضح بالصورة السائلة بينما هنا داركو ميلانيتش. تعود من جديد الآن. محمد ناصر أزارو محمد يمر وخطيرة هذه لعجمان ولكن من يسجل هو خارج المنطقة وليد أزارو بينما هنا خميس الحمادي. تعود من جديد تصل على طول. محاولات الآن 0-0 الدقيقة رقم 39. الأمور لا زالت عند التعادل السلبي بدون أهداف. يا سلام بالسلام ان شاء الله بالسلام ان شاء الله. هناك لاعب يبدو الاصابه
قوية نأمل إن شاء الله السلامة. وليد أزارو الآن لجان لوكا، هل ستوقف اللاعب حكمة المباراة روضة المنصوري؟ السلام إن شاء الله. هنا واضح بالصورة وليد أزارو. يا ساتر يا ساتر، إن شاء الله ما تكون إصابة قوية. يعني دهس أيضا كان واضح على رجل اللاعب. سلامات إن شاء الله. وهنا حديث أيضا من روضة المنصوري مع وليد أزارو. بينما هنا يسايلة والتعليمات، ربما ما كان قصده لكن خطأ كان موجود. أجواء حارة جدا، رطوبة عالية جدا، الله يكون بعونهم اللاعبين والحكام في أرضية الملعب. رمي التماس الآن بروح رياضية عالية أيضا. عبد الله في وسط الملعب، خميس المنصوري لعبد الله. تمرير على طول وكرة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء، محاولة لن لكنها تبعد في اللحظات الأخيرة، ترسل طويلة للأمام. بالسلام إن شاء الله، بالسلامة. أحد اللاعبين ساقط على أرضية الملعب. بالسلام إن شاء الله. لاحظ هذه الكرة الماضية، أحد اللاعبين الآن ساقط على أرضية الملعب في آخر دقيقتين الآن. سلامات إن شاء الله. كرة تعود وخطيرة أيضا. تصل على طول. تعود من جديد. صافرة وخطأ. مباراة عادية جدا. يبدو أحد اللاعبين أيضا
هذه الكرة تتخلص. شوط أول بالفعل للنسيان. كرة ملعوبة الآن للأمام. يوسف إنياكاتي تصل لجاستن سواريز. أتذكر زمان كان في لاعب في عجمان وواحد من الهدافين الكبار. واحد بالفعل من الهدافين اطلقت عليه في يوم من الأيام الغزال، غزال الريم، وهو تبلغ سرعته 60 كيلو متر في الساعة، باللغة العربية يسمى الرئم أو الريم العربي. فكان واحد من المميزين جدا أيضا اللاعب روجر البرازيلي. كرة تعود من جديد الآن صافرة وخطأ الآن. صافرة وخطأ الآن. سلامات. هذه الكرة الماضية. هذا بلال. سلامات إن شاء الله لي اللاعب فريق نادي بني ياس اللي ساقط على أرضية الملعب، يقوم بالسلام الآن وهنا تغيير. جو فيكتور ليغادر للإصابة وأدهم حجازي هو البديل يبدو. نعم أدهم حجازي إذن هو البديل. أربع دقائق أضافتها السيدة رضا المنصوري حكم هذه المباراة كوقت محتسب بدل ضايع. خارج أرضية الملعب لا رمي التماس. خلاص نلعب في الدقيقة الأخيرة. ركلة مرمى. إذا خلاص الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة. خلاص ننتظر صافرة السيدة روضة المنصوري. بالفعل إذن مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية تطلق حكم اللقاء السيدة روضة. مباراة السيدة روضة المنصوري اللي أدارت المباراة بشكل جيد في الشوط الأول، نأمل لها إن شاء الله التوفيق أيضا في الشوط الثاني هي ومساعديها أيضا في هذه المباراة. يبدو لا تغييرات لا تبديلات في الشوط الثاني. التغيير الوحيد طبعا اللي حدث في الشوط الأول وهو خروج جواو بيدرو مصابا ودخول اللاعب أدهم حجازي هو التغيير الوحيد في الشوط الأول. عدا ذلك الأمور لا زالت أو الفريقين لا زال بنفس التشكيلة ما عدا بني ياس اللي أجرى تغيير وحيد كإضطراري في الشوط الأول. لاحت هناك فرص في الشوط الأول، هنا المحاولة وهنا المطالبة بخطأ ولكن حكمت المباراة تطلب استمرار اللعب. كرة تعود من جديد الآن سواريز لعبد الله عباس في وسط الملعب. تبريرة على طول باتجاه خميس الحمادي في الجهة اليمنى.
عبد الله الان البلوشي في وسط الملعب، تمريره على طول في الجهه الاخرى، محاولات اكيد راح تستمر، عجمان راح يحاول ايضا ان يعني يسجل في هذه المباراه لكي لا يفقد المركز السابع على اعتبار ان البطايح هناك متقدم على الامارات. الامارات سيحاول ايضا ان يعود للمباراه، يعني امور وتقلبات كثيره، 45 دقيقه اخرى الان في كل المباريات، راح نعلم تماما من سيغادر، من سيبقى، من سيبقى، من ما هي المراكز التي ستتغير. هنا السايلي الان يتقدم للامام، السايلي محاوله يلعب كره الان لابو ناموس، خطيره هذه ابو ناموس، يلعب كره ولكن سهله على طول ليد حارس المرمى يوسف احمد اللي بامانه ايضا في الشوط الاول يعني اخرج العديد من الكرات الخطيره لفريق بني ياس وحولها الى ركنيات. هذا ابو ناموس اللي كان في اللعبه الماضيه، كرة تصل الآن لأحمد راكان، والده أيضا كان أحد نجوم فريق نادي عجمان في جيل ذهبي جميل أيضا، كان فيه أسماء كثيرة، كان فيه أيضا محمد زهران، كان فيه نجم الفريق وقائده خالد داحس أحد المدربين المواطنين الرائعين حاليا أيضا، وأسماء كثيرة تواجدت مع فريق نادي عجمان، لهم كل التحية والتقدير. كرة اللعب الآن بلال يخلصها الى خارج ارضية الملعب الان، هذا احمد راكان اللي كما ذكرنا ايضا والده كان من المدافعين ايضا الكبار في فريق نادي عجمان، وجه له تحية والله يعطيهم الصحة والعافية. بلال يوسف واضح بالصورة، دقيقتين مروا والامور لا زالت عند التعادل السلبي بدون اهداف هنا، وراح نذكر بالنتائج اول باول ايضا، هناك البطايح يتقدم على الامارات بهدفين لهدف واحد، خورفكان يتقدم او خورفكان يتاخر بهدف مقابل لا شيء امام اتحاد كلباء، وعندنا مباراه ايضا المساء اللي راح تكون فيما بين الشارقه و الوحدة في استاد نادي الشارجي، المباراة راح تكون يوم غد أيضا، الجزيرة والعين في مباراة منتظرة، شباب الأهلي وحتى والنصر والوصل في مباراة التتويج، يوم الأربعاء هناك المباراة المؤجلة اللي راح تجمع فيما بين الإمارات والعين، ويوم الجمعة القادم ختام دوري أدنوك للمحترفين بلقاء العين والبطايح أيضا مباراة مؤجلة. أو ليست مؤجلة، هي استكمالا للأسبوع 26. كرة تعود من جديد الآن، أبو ناموس يتقدم الآن، أحمد شحدة، أبو ناموس حاول يلعب كرة ولكن مقطوعة، تصل الآن للبلوشي، عبد الله يسدد، وين هذه؟ وين بعيدة؟ بعيدة إلى خارج أرضية الملعب من دون أي تركيز، شايف داركو ميلينيتش أيضا واضح بالصورة غير راضي تماما أيضا على أداء فريقه. هذا ابو ناموس بينما يوسف نياكاتيلي ما ظهر. اذا ما تحدثنا عن بدلاء الفريقين فان عجمان عنده ايضا دودو، عنده سبيل صالح، عنده علي الحوسني، عنده سعود سعيد، عنده عبد الله عبد العزيز، احمد عيسى، عبيد الزعابي، والهداني هناك ايضا لاعب مغربي موجود، بينما بدلاء فريق بنياس حسن محرمي، عبد الله سلطان، عبد الله جاسم، سيف المنهالي، ابو بكر سيسي، خلف الحوسني، مطر الحوسني، وحمدان احمد المهري. وقد نشاهد ابو بكر سيسي ايضا في الدقائق القادمه. رمي التماس الان، خمس دقائق الشوط الثاني، الامور لا زالت كما هي. كره تعود من جديد، صفر صفر حتى الآن، ست تعادلات سابقة فيما بين الفريقين. كرة تعود من جديد، على فكرة آخر تعادل سلبي حدث فيما بين الفريقين كان في 2020
كانت المباراة هناك في الأسبوع الخامس تحديدا في 17/11/2020 استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، يومها أيضا تعادلوا بدون أهداف، نتائج كبيرة أيضا حدثت فيما بين الفريقين. في 2013 بنياس فاز 4-3 في الأسبوع الأول، 7 أهداف في تلك المباراة. انتهت 4-3 لمصلحة بنياس. في 2012 أيضا 5-0 فاز بنياس بأهداف نواف مبارك وسنقهور ومحمد فوزي ومحمد زيدان ويوسف جابر. كرة تعود من جديد الآن، أبو ناموس يرسل كرة عالية للأمام، خلصها وليد اليماحي، جاء له كلام في وسط الملعب. خميس صالح الحمادي، سواريز، أبو ناموس، تعود الآن لخميس، كلها الآن لمصلحة فريق بنياس، وكرة عرضية خطيرة يا كاتي، ولكن برافو برافو يبدو أحمد راكان بالفعل يضع جسمه بشكل ممتاز يخلص، قد يكون هدف محقق لبنياس، والمحاولة لا زالت وتعدي من الجميع، تصل باتجاه الشيخاوي. أزارو مراقب اليوم، لا زال طبعا فابيو ليما متصدرا لهدافي دوري أدلك للمحترفين ب 17 هدف. يلي عمر خريبين 12 هدف، ثم كوجو لابو 12، ثم وليد أزارو 12، ثم أيضا اللاعب إيغور جيسوس لاعب فريق شباب الأهلي عنده 12 هدف. وقيمت 171 مباراة قبل مباريات اليوم، تم تسجيل فيها 582 هدف، 64 مرة الشباك كانت نظيفة هذا الموسم. يبقى نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل أكثر لاعب صنع أهداف 13 صناعة، بينما يبقى فهد الضنحاني حارس بنياس اللي معانا الآن أكثر حارس تصديا للكرات ب 106 صديات، بينما من المراوغات الناجحة كانت من نصيب سيكو بابا لاعب البطايح اللي يبدو بأنه قريب أيضا للعين. سلام إن شاء الله، هناك في تصادم أيضا فيما بين اللاعبين. الوصل طبعا أقوى خط هجوم ب 68 هدف، صاحب المركز الأول يليه شباب الأهلي ب 63 هدف، يليه العين ب 50 هدف، الشارقة أيضا 50 هدف، الجزيرة ب 47 هدف، بينما أكثر الفرق استقبالا أيضا للأهداف حتى عليه 56 هدف. الإمارات الآن أصبح عليه أيضا 56 هدف بهدفي البطايح، ورفكان عليه 52 هدف بهدف اتحاد كلبة، عجمان عليه 48، اتحاد كلبة عليه 48 هدف. يبقى العين أكثر فريق سدد هذا الموسم حتى الآن ب 327 تسديدة، بينما التمريرات كانت من نصيب الجزيرة 13150 تمريرة. هذه إحصائيات أيضا جميلة من رابطة المحترفين اللي بالفعل نشكرهم لهذا العمل الجبار اللي قاموا به هذا الموسم، ونجاح تام تمثل أيضا بسعادة عبد الله ناصر الجنيبي، أحد الرجال اللي ما تشاهده ما يظهر لكنه يعمل بصمت كبير جدا، كل الشكر لهم بالفعل هو ورجاله القائمين أيضا على إنجاح المسابقات الرياضية. بالسلام إن شاء الله. الآن هناك في اصطدام وإصابة، ولله الحمد الآن نشاهد اللاعبين، هل هناك سيكون في تغيير إصابة؟ لاحظ هذه الكرة الماضية. بالسلام إن شاء الله لوليد اليماحي، الموسم الماضي أيضا وليد لم يشارك، أصيب بالرباط الصليبي، الآن يتعرض لإصابة إن شاء الله تكون سليمة. طبعا طفل صغير الله يحفظه، هذا الطفل ولا طفل، المهم الله يحفظه إن شاء الله. بالسلام إن شاء الله، بالسلام إن شاء الله. يبدو بأن هناك في إصابة أيضا، لا يستطيع إكمال المباراة.
راح نشوف الآن عبيد الزعابي. سلامات لوليد اليماحي ليغادر أرضية الملعب مصابا. هذا الدكتور طارق أيضا واحد من أقدم الدكاترة الموجودين على مستوى دوري المحترفين. وسلامات أيضا للاعب السايلي. بيد الزعابي سلامات وليد. عبيد الزعابي الآن بديلا لوليد اليماحي اللي غادر أرضية الملعب مصابا. هناك أيضا لاعبين من فريق بني ياس، شاهد خلف الحسني ويبدو حسن المحرمي. نعم حسن المحرمي وخلف الحسني هم اللي راح يكونوا بدلاء الآن لفريق نادي بني ياس. إذن يغادر الآن البرازيلي سايلي اللي غادر أرضية الملعب، وراح نشوف الآن اللاعب الثاني اللي راح يغادر أيضا. هذا خلف حسين عباس إذن أيضا والآخر يغادر أرضية الملعب. حسن محرم يعود، هذا حسين عباس يغادر أرضية الملعب. وبالسلام إن شاء الله لي اللاعبين وليد اليماحي وسايلي اللي غادروا أرضية الملعب مصابين. راح نطمن عليهم إن شاء الله. أيضا هناك الزميل العزيز أيضا مذيعنا المتألق محمد الهوتي موجود في أرضية الملعب، إن شاء الله راح يطمننا على اللاعبين لأن حدث تصادم بالرأس. كرة تعود من جديد، ركان بمبدأ الأمان يرسل الكرة إلى خارج أرضية الملعب. سيل سوزا سايلي اللي غادر أرضية الملعب. نعم خلف الآن الحسني يلعب كرة أمامية، لبسة ممتازة لخلف ولكن الكرة أيضا تتخلص. كرة تعود من جديد، عبد الله البلوشي يلعب كرة الآن. بنيات شايفه مع بداية الشوط الثاني ماسك كرة بشكل أكثر أو أفضل. لن تتغير النتائج هناك أيضا في المباريات الأخرى، لا يزال البطايح متقدم ولا يزال أيضا اتحاد كلباء متقدم. كرة تعود من جديد الآن، تصل الآن في الجهة اليمنى. سواريز أبو ناموس، ألفاريز سواريز الأرجنتيني البديل خلف الحسني الآن. كرة تعود من جديد، يوسف نياكاتيلي ما ظهر في هذه المباراة. طويلة للأمام وتبعد بالرأس، هذه تعود من جديد. وصلنا الآن إلى ساعة لعب تماما، الدقيقة رقم 60 صافرة وخطأ الآن. لاحظون الخطأ، واضح المسك تماما على خميس. شيخاوي والآخر ما ظهر. كرة تعود من جديد، ناصر يلعب كرة الآن
خطيرة، ولكن تصل تعدي من أمام مارسيانو. كرة تعود من جديد، عبد الله البلوشي، أدهم، سهلة تماما تصل لوجود لي أي لاعب. تراجع كبير الآن من نادي عجمان، عجمان ربما يفقد مركز السابع إذا ما استمرت الأمور بهذه الطريقة. خلف الحسني لخميس الحمادي في الجهة اليمنى، تعود لخلف، أبو ناموس يسدد، قوية جدا ولكن إلى خارج أرضية الملعب. هي محاولة جيدة إذا كانت من أبو ناموس. شايف هذه الكرة الماضية تعتلي العارضة إلى خارج أرضية الملعب. يوسف أحمد، حارس مرمى فريق عجمان، يرسل كرة إلى خارج، أو لا زالت الكرة في أرضية الملعب. استلام ممتاز من الشيخاوي باتجاه مارسيانو، صافرة وخطأ الآن. متى يكون الحكم ناجح في المباراة؟ عندما لا تكون هناك أخطاء تؤثر على نتيجة المباراة، وهي الأخطاء راح تكون موجودة لكن أنها ما تأثر. يبدو بأن الإمارات يسجل هدف التعادل الآن في مرمى البطايح. كرة اللعب الآن للأمام، حتى التعادل ما يفيد الإمارات. بلال يوسف، الطول هذه إلى خارج أرضية الملعب. يعني كان يفترض من الفريقين على الأقل أن نشاهد منهم أداء أفضل، لأن ما في ضغوط على الفريقين، كان يفترض أن يلعبون بأريحية. جماهير إذن مشكورة بالفعل لهذا التشجيع، واضح بالصورة محمد علي الجنيبي، هذا الرجل بالفعل اللي كان يوما من الأيام أيضا حكما مميزا للغاية. كرة تعود من جديد، بلال يوسف، عبد الله صالح، جان لوكا، تصل الآن لبلال في وسط الملعب، يلعب كرة ممتازة الآن لمحمد ناصر بديل محمد إسماعيل. تتخلص من يوسف انياكاتي، هذا داركو ميلانيتش لم يقدم الطموحات لجماهير وإدارة بنياس هذا الموسم بأمانة. بنياس يمتلك لاعبين مميزين، يمتلك إدارة رائعة جدا، لكن بالفعل المدرب ما ترك أي بصمة. ترون ممتاز أيضا من الشيخاوي، أدهم يخلص، تعود من جديد لبنياس الأكثر استحواذا في الشوط الثاني. كرة تصل الآن باتجاه فهد الضرحاني، خلف الحسني الآن في وسط الملعب،
أبو ناموس مباراة هادئة تماما. خلف الحسن ممتازة من سواريز. أبو ناموس الآن مع الكرة باتجاه أدهم، خطيرة داخل منطقة الجزاء وكرة اللعب وتبعد هذه. تزالت المحاولة مستمرة، كرة سريعة جدا أيضا تمر وتصل إلى خارج أرضية الملعب. جماهير بنياس زعلانة عليك يا دار. إدارة بنياس أبدا ما قصرت، وفرت كل الأمور لهذا المدرب. كرة تعود من جديد، تصل في وسط الملعب. نوفاك فيكوفيتش يرسلها باتجاه الشيخاوي. تصل في الجهة اليمنى الآن، مرور ممتاز من النوبي، ولكن ايضا برافو لعبد الله صالح مدافع فريق عجمان ليبعد الكره الماضيه الى خارج الملعب ركله ركنيه. ركله ركنيه الان، ست ركنيات لبنياس مقابل واحده لعجمان. كرة اللعب خطيرة جدا، لا زالت خطورتها مستمرة وتبعد بالخطأ هذه. خلص على طول. كرة إذا تبعد والسهلة تماما، يتركها إلى خارج أرضية الملعب. يجهز لاعب الآن في فريق عجمان، وهذا اللاعب اللي ذكرت ربما يدخل أبو بكر سيسي. أبو بكر سيسي إذا اللاعب السنغالي صاحب العشرين عاما بدلا من أبو ناموس. أحمد بن ناموس إذن يغادر، وأبو بكر سيسي هو البديل. أحمد ناصر الآن على تنفيذ رمية التماس، يعني مباراة بالفعل ما شهدت أي شيء يذكر، لا من جانب بنياس ولا من جانب عجمان. وهنا انطلاقة يوسف أنيا كتيلان، يمر يوسف يلعب كرة بالخطأ، استخلاص الكرة إذن بشكل جيد من خلف. ألفاريز عبد الله البلوشي، خميس الحمادي، كلها نقلات الآن لبنياس. وكرة اللعب عالية للأمام باتجاه خلف الحسني. أدهم يمر، لا زالت المحاولة وكرة اللعب ولكنها قوية قوية. مرت إلى خارج أرضية الملعب، تغييرين الآن لعجمان. عبيد بيد المهري ودودو، يغادر نوفاك.
هذا نوفاك ودودو يكون على حساب بلال. بلال اللي يغادر أرضية الملعب. بلال يوسف بيت محمد المهري طبعا ورافائيل قمرش الدودو شهير بدودو يدخل إلى أرضية الملعب. دودو طبعا لاعب خرفكان السابق سنوات كثيرة قضى هناك في خرفكان ما يقارب 5 سنوات منتقل طبعا في خرفكان هذا من اللي عجمان هذا الموسم سجل هدفين الآن هذا الموسم سجل هدفين مع عجمان. فهد الضرحاني كرة اللعب الآن في الجهة اليمنى صالح خميس صالح الحمادي اللي لعب الكرة الماضية بالخطأ. وصلنا الآن للدقيقة رقم 72 دودو الآن البدلاء عبيد سهلة يعطي الفرصة إذن لأكبر عدد من اللاعبين. جان لوكا دودو الآن في وسط الملعب خلف الحسن الان جاستن خلص ايضا بشكل جيد تصل لي سيسي ابو بكر سيسي خلف عبد الله البلوشي في الجهه الاخرى الان خميس كره ممتازه بالفعل من خميس ولكن التعدي ايضا من الجميع. تبعد أيضا من المحرمي إلى خارج أرضية الملعب وني سايلة طبعا حتى الآن بحسب جميع المباريات المقامة حاليا من يرافق حتى هذه اللحظات هو الإمارات. الإمارات خاسر الآن لقاء أمام البطايح بهدفين وخرفكان رغم خسارته إلا أن حتى في حالة فوز الإمارات في مباراته القادمة راح يصل للنقطة رقم 20 بينما يبقى خرفكان ب 22 نقطة ويبقى خرفكان في دوري المحترف الموسم القادم في حالة بقاء فريق خرفكان ستكون هناك 5 فرق من الإمارة الباسمة. تحدث عن خرفكان اتحاد كلباء البطايح الشارقة ومعاهم أيضا دبل حصن اللي نبارك له أيضا صعوده لدوري أدنوك للمحترفين ونبارك أيضا لنادي العروبة والآخر اللي عاد من جديد بعد موسم وحيد هبط واستطاع أن يعود أيضا ويعود متوجا وبطلا لدوري الدرجة الأولى. استراحة التبريد الآن ونذكر بأن النتائج في كل المباريات حتى الآن كلبة متفوق على خرفكان بهدف مقابل لا شيء. البطايح متقدم على الإمارات أو البطايح والإمارات التعادل 2-2 أصبحت يعني يضع خرفكان تحت ضغط كبير. لآخر جولة بالفعل لا نعلم من سيرافق فريق حد لكن الدوري الوصلاوية خلصوها بدري ويستحقون ذلك على ما قدموه هذا الموسم.
هنا روضة المنصوري اللي تسير بالمباراة أيضا بشكل جيد. يوسف أحمد دودو لم صدر كرة تعود من جديد ركان باتجاه عبد الله صالح قلوب دفاع فريق نادي عجمان. محمد ناصر اليوم كما ذكرت يلعب بديلا لمحمد اسماعيل. كرة تعدي الى خارج ارضية الملعب تصبح الان يبدو الى ركلة ركنية لمصلحة عجمان. هي الركنية الثانية. كرة ملعوبة عالية الآن خطيرة. أوه. عجمان إذن يسجل هدف عن طريق ركان. ركان إذن هو من يسجل. عبد الرحمن أحمد عبد الله ركان إذن هو من يسجل لفريق عجمان الآن ليؤكد عجمان بقاءه في المركز السابع حتى لو فاز البطايح. لاحظ هذه الكرة الماضية عرضية جميلة عدم رقابة من أي لاعب مع ركان. لا والله مش ركان هذا اللي سجل يبدو مارسيانو المتعهد دائما بالتسجيل. هدف إذن لعجمان. مخرج كان جايب لنا ركان لكن ركان كان فرحان إذا يهدف زميله. لاحظ هذه الكرة إذن هو مارسيانو المتعهد دائما بالتسجيل. مارسيانو دائما المتعهد بالتسجيل وفرحة أيضا شايف فرحة أيضا في ما بين الجماهير. إذن عجمان يسجل هدف أول في هذه المباراة. كرة اللعب الآن 10 دقائق متبقية. عجمان يتقدم بهدف مقابل لا شيء على حساب بنياس. وإذا ما حقق انتصاره يعني روكي سجل وطلعه شو السالفة. كرة تعود من جديد. روكي مارسيانو غادر أرضية الملعب الآن بعد ما سجل الهدف وكأن يسائل ينتظر أن يسجل. هذا هو روكي مارسيانو 8 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم. هقول لك هذا اللاعب كلما دخل كلما سجل. يعني من بداية الموسم يدخل كان ممكن الآن هداف الدوري. عموما كرة تعود من جديد. دودو خلص من أمامه تعود من جديد لبنياس الآن. مبكر سيسي يحاول ولكن بامتياز محمد ناصري بعده. تحت كلبية تقدم بالهدف الثاني الآن على خور فكان. كرة تعود الآن من جديد. عبد الله عبد العزيز البديل الآن بديل ماركو مارسيانو. مبكر سيسي بعده من أمامه. كرة تعود من جديد. والله الدوري يلعب بأعصابهم الآن. دورينا يتلاعب بالأعصاب الآن. خورفكان متأخر بهدفين للا شيء والإمارات متعادل الآن مع البطايح. طبعا أيضا بهذه النتيجة يهبط الإمارات إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة.
لكن لو سجل الإمارات راح أيضا ننتظر الجولة القادمة. سقوط الآن لأحد لاعبي فريق بنياس، بالسلام إن شاء الله. شايف هذا عبد الله مع أدهم في اللعبة الماضية. وهنا لقطة أيضا للمدربين. أدهم خالد الآن يقوم بالسلامة. هنا روضة المنصوري تسير بالمباراة بشكل جيد حتى الآن مع طاقم التحكيم اللي نأمل لهم إن شاء الله التوفيق المرحلة المقبلة أيضا بالمزيد من المباريات واكتساب الخبرات. كرة اللعب الآن عبد الله عبد العزيز، هدوء تام في هذه المباراة ورغم الهدوء استطاع عجبان أن يسجل. محمد ناصر كرة اللعب وتصطد، كان مطالبة أيضا من لاعبيه عجمان بوجود لبسة يد، لكن أعتقد بأن الكرة الماضية شايف الآن حكمة اللقاء توقف اللعب الآن. يبدو بأن هناك حديث من الفار. شوف اللعبة هاي، لاحظ ما اعتقد فيها شيء، لا ما فيها شيء، لامست رجله ثم في يده واليد كانت قريبه من الجسم، فاعتقد بان الفار سيصادق على قرار الروضه. هناك في الفار طبعا حكم الدولي الاماراتي محمد الهرمودي وخلود الزعابي. اذا اوه الفار قال ما فيها شيء، انا شاهدت بانها تشير للفار. عموما ما فيها شيء، نعم الكره الماضيه ما فيها شيء، لمسة ممتازة لكنها سريعة. إذا تعدي أبو بكر سيسي خورفكان يقلص الفارق هناك أمام اتحاد كلبابي، هدفين لهدف. وفي مباراة أيضا البطايح يطرد أيضا عمر كايتا لاعب الإمارات، ما هم ناقصين يا عمر كايتا. كرة اللعب الآن عبد الله سواريز باتجاه أدهم، يرسل كرة للأمام وتتخلص أيضا إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية الآن آخر خمس دقائق. كرة عالية أوه غريبة هذه من المحرمي، غريبة تماما، كاد أن يعيد برياس المباراة. لاحظ هذه الكرة، مرمى فاضي والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ الكرة الماضية عدت خارج أرضية الملعب. هنا داركو ميلانيتش
كرة اللعب الآن طويلة للأمام. عبد الله عبد العزيز دودو الآن يرسل كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة الآن وكرة تتخلص. مرتد الآن النوبي يتقدم للأمام. لا زالت المحاولة مستمرة. هذه انطلاقة للأمام. أوه، هدف التعادل الآن يأتي، هدف التعادل يأتي الآن لمصلحة بنياس. تسديدة قوية جدا بالفعل في المرمى، إذن يسجل بنياس هدف التعادل. يوسف نياكاتي تسع أهداف الآن في دوري أدنوك للمحترفين. كرة قوية جدا بالفعل، النتيجة ذاتها التي حضرت. لاحظ هذه الكرة الماضية، هذه الكرة شايف الآن، وهنا الانطلاقة والتسديدة قوية أيضا من يوسف نياكاتي يحرز هدف التعادل. أكيد بأن الفار راح يتأكد من الهدف أيضا. هدف أيضا يعني دقيق جدا، إذا ما كان الهدف صحيح فيحسب للمساعد. هذا داركو ميلانيتش، لا زال إذن الحديث للتأكد من صحة الهدف. في الدقيقة الأخيرة على نهاية المباراة، إذن هدف سليم. نعم هدف سليم، يحسب أيضا للمساعدة عذاري الحمادي لأنه بالفعل كان دقيق. كرة تعود من جديد، هي نتيجة الدور المباراة قبل 3 أيام فيما بينهم كانت 1-1 هناك. مرور ممتاز أبو بكر سيسي، تعود من جديد. الطول هذه رمي التماس الآن، خلاص الوقت الأصلي انتهى. شوف الآن الوقت المحتسب بدل الضايع لراحة قدرة روضة المنصوري. 6 دقائق إذن، 6 دقائق. شوف هذه الكرة فيما بين المحرمي ووليد أزارو. هذه حركة بالفعل يعني، هذه هل يتدخل الفار؟ هل يتدخل الفار؟ يعني كان على اللاعب المحرم ايضا يمسك اعصابه. عموما كل القرارات التحكيمية تشاهدونها هناك على طاولة الزميل محمود الحسني مع خبراء التحكيم في قنوات ابو ظبي الرياضية. ربما يكون معنا اليوم الكابتن القدير فريد
او الكابتن مسلم والاثنين فيهم الخير والبركه. ست دقائق اضافتها رضا المنصوري. كره اللعب الان طويله للامام. سهيل كرة تعود من جديد، تسديدة من ياكاتي إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هذه الكرة الماضية، مباراة ما ارتقت أبدا للمستوى اللي كنا نأمله، لأن الفريقين بدون ضغوطات كان بالإمكان أفضل. شايف هنا لقطة التسلل اللي كان مغطي فيها أيضا لاعب عجمان، وقرار يحسب للمساعدة عذاري الحمادي لأنه دقيق جدا كان. نذكر أيضا فقط بأن بهذه النتائج التي تحدث الآن الإمارات هو من يرافق حتى هذه اللحظة، إلا إذا جد جديد في الدقائق المتبقية. يوسف نياكاتي خطير، هذا نياكاتي خطير، يلعب كرة بعد ذلك تتخلص، ولا زالت المحاولة مستمرة. تصل باتجاه النوبي وتسديدة من النوبي إلى خارج أرضية الملعب. خورفكان إذن يعدل النتيجة هناك أمام اتحاد كلبا. لحظة تسديدة السهيل. كرة اللعب الآن. خارج أرضية الملعب، خلاص تلعب في آخر دقيقتين ونصف تقريبا الآن. كرة ملعوبة خطيرة ورأسية من عبد الله عبد العزيز إلى خارج أرضية الملعب. الآن خورفكان يسجل هدف التعادل. معنى ذلك خورفكان يصل للنقطة رقم 23. والإمارات خاسر. رسميا الإمارات الآن حتى هذه اللحظات يغادر معه حتى. كرة اللعب الآن في وسط الملعب. بالرأس بعد شيخاوي صافرة وخطأ الآن لمصلحة عجمان. نتيجة التعادل التي حضرت قبل 3 أيام في لقائهم المؤجل من الدور الأول تحدث الآن مرة أخرى هنا في ملعب بنياس. خارج أرضية الملعب الآن. عبد الله عبد العزيز صافرة وخطأ الآن. لاحظ هذا الخطأ. خلاص آخر كرات الشوط الثاني والمباراة، وللمرة الثانية التعادل يحدث فيما بينهم هذا الموسم.
آخر كرة المباراة الآن، كرة اللعب للأمام بالرأس، أوه كاد أن يسجل في مرمى، ولكن الضنحاني يتألق بشكل ممتاز، يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ خلص الضنحاني بشكل رائع، وهنا ردة فعل الجهاز الفني والإداري واللاعبين. كرة ملعوبة الآن بالرأس خطيرة، تبعد هذه في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر أبوظبي الرياضية.